نجد التصحيح الثاني للثنين للإي تو وي سي تو نتيجة من سمك السقف، نتيجة تأثير السقف. المعادلة مال تأثير السقف هو عندك بوزيتيف نيجاتيف، هسه نجي انه نشرح ليش شلون راح ناخذ الوضع الاعتبار. اذا فاي اي 2 فاي اي 2 فاي اي 2 هي مو هاي الاي 2، هي فاي اي 2 يصير فوق السقف هنا حسب المعادلة ناقصا فاي دي 2 اللي هي هاي فاي دي 2 على دي 2 اللي هو سمك اللي هو عمق الركيزة، عمق الركيزة في تي 1. هاي مو تي 1، صلحها عندك، هاي تي 2، هذه هي تي 2 وليس تي 1. ماشي اخوان؟ يعني هذا اذا تي 2 الاعتبار ان تي 1 سمك السقف هنا أرضية المنشأة الهيدروليكية نفس المنشأة الهيدروليكية هنا نفسها، لذلك ما راح تختلف النتيجة سواء خلتها تي 1 أو تي 2، لكن هذه كمعادلة هي تي 2 لأنه نتعامل ويا نقاط التأثير بمن بالخط اللاين اللي موجود بالركيزة الثانية. نجي الفاي اي 2 عند قيمتها 70.8 وفاي دي 2 اي 2 فاي دي 2 63.8 دي اللي هو عمق الركيزة 154، هاي وين 154 ناقصا 148 في سمك السقيفة اللي هي سمك أرضية المشعل الهيدروليكي اللي هي 154 ناقصا 153. واضحة اخوان؟ هذا يطلع له قيمة، القيمة هو 1.26، هل هو نيجاتيف لو بوزيتيف؟ اذا كوركشن في الاي مطلوب انه على الجهة اليسرى على الجانب الايسر من الركيزة المراد حساب النسب المئوية لضغط الاصعاد فهي بالنيجاتيف. يجي التصحيح للسي 2، تصحيح للسي 2 فيما يخص ارضية المنشأ الهيدروليكي بنفس المعادلة فاي اي 2 ماينس فاي دي 2 على دي 2 في تي 1. التصحيح هو 26 نفس الشيء، لكن يتغير الإشارة تتغير اللي هو بوزيتيف لأنه على جانب الأيمن، نسيته على جانب الأيمن. هذا التصحيح. بقالنا تصحيح على اعتبار أن التداخل بين الركائز حسبناه، حسبنا تصحيحه، وعلى تأثير نتيجة السمك الأرضية المنشأ الهيدروليكي. التصحيح الثالث اللي هو الميل، الميل إذا تلاحظ بالنسبة للإي 2 ماكو أي ميل بهذه الجهة، فقط سي 2 تحتاج ميل، ما طولك ميل مماس مع أرضية المنشأ الهيدروليكي فيحتاج مع سي 2 فيحتاج لنا تصحيح. الميل معادلة الميل إذا تتذكرون هو عبارة عن بي اوفر بي داش في سي، هاي معادلة الميل إذا تتذكروها. نجي أول بداية شنو البي؟ قلنا تتذكرون شنو البي؟ قلنا هي المسافة الأفقية للميل، يعني أرجعاني هي المسافة الأفقية للميل، المسافة الأفقية للميل بي، بي داش هي هي المسافة الأفقية في الجهة التي يقع فيها الميل اللي هو هاي 40، هاي بي داش هي 40. سي إذا تتذكرون سي هو الكوركشن اللي هو معامل الميل اللي تذكرونها بالمحاضرات السابقة. إذا هذا هو جدول هذا الميل، هذا هو الميل تذكرون يعتمد على نوع الميل الموجودة عندنا، الميل 3 إلى 1، هذا الميل 3 إلى 1، 1 إلى 3، 1 إلى 3. نشوف الميل عندنا هنا 1 إلى 3 العمودي 1 و3 هو الهوريزونتال، فواحد إلى ثلاثة جيد عند قيمته، قيمة الكوركشن فاكتور عندي 4.5، هذا 4.5، في هاي 4.5 التصحيح يطلع 0.34، 34 هذا التصحيح اللي موجود عندنا. تتذكرون الميل، الميل بالتصحيح إذا تتذكرون أنا شرحته بالمحاضرة السابعة شلون يكون نيجاتيف بوزيتيف إذا كان بهذا الاتجاه أو ناخذ هذا الرسم.
الرسم أفضل إذا كان بهذا، العفو، إذا كان بهذا الاتجاه يكون نيجاتيف، وإذا كان نزولا يكون بوزيتيف. فعلى اعتبار أنه هذا الميل هو بالصعود فمعنى هذا نيجاتيف، فالقيمة مالته راح تكون نيجاتيف. إذن للفاي فاي اي 2 إذن هسه عندي تصحيح اللي هو 0.34. هذا التصحيح فقط على نقطة التأثير سي 2. إذن نجي النتائج النهائية، نتيجة الفاي اي 2 عندها بيها تصحيحين، هي قيمتها اللي طلعنا استخرجناها بالمعادلة 70.8، نطرح من عندها 1.88 نتيجة التداخل مع الأجهزة الأولى، ونطرح من عندها 1.26 نتيجة تأثير السقف. نجي تصحيح بالنسبة للسي 2، تصحيح عندنا 3 تصحيحات، تصحيح اللي هو قيمة اللي استخرجناها من المعادلات 56.4، نجمعها 2.89 تداخل بين الركيزة الثالثة، 1.26 نتيجة تأثير الأرضية المشع الهيدروليكي، والتصحيح الأخير هو 34 نتيجة الميل الميلان اللي موجود بمماس مع نقطة التأثير. وهذه النتائج النهائية عندي 67 60 63. الحالة الأخيرة عندنا هسه، ننتقل للحالة الأخيرة اللي هو الركيزة بالخط 9-3. هذا هو الركيزة بالخط 9-3، هاي ينطبق عليها يا تنطبق عليها حالة اللي هي حالة الموجودة الثانية، الحالة الثانية، الحالة الثانية اللي هي معادلة الحالة الثانية. هاي الحالة الثانية معادلة فاي اي فاي دي وفاي سي اللي هي عندك انت خيرا، هذا الفاي اي فاي دي وفاي سي اللي هي دقيقة الحالة الثانية فاي اي وفاي دي وفاي سي اللي موجودة. نجي لمعادلة فاي دي كوساين، معادلتها عبارة عن 1 على باي كوساين ماي انفيرس لندا ماينس 2 على لندا. بنفس الوقت الفاي دي عندي والفاي سي هي النهائية راح تكون عندي 0. فهاي بعد ما تستخرج البي 57 والدي اللي هو عمق الركيزة اللي يشمل اللي هي عبارة عن 152 عبارة عن 152 ناقصا 141.7. إذا تلاحظ هنا دي أني كاتب 154 هي مو صحيحة، صلحوها عندكم بالمحاضرة، هي 152 لكن النتيجة صحيحة، هي 152 ناقصا 141.7 يطلع 10.3، فألفا يطلع 5.53. ونعدل نستخرج ليندا، ونعدل نستخرج فاي اي 3 فاي دي 3 فاي سي 3، وهي المعادلة 37.25.4 والسي هي راح تكون 0. تصحيحات عندي فقط تصحيح بالنسبة لـ E3، C هي already 0، D ما بها أي تصحيحات، عندنا في C عندنا 3 تصحيحات لازم نجريها على الفاي E3، نشوف من التصحيح الأول أو بالأحرى تصحيحين، لكن واحد واحد راح أشرحه. نجي الفاي E التصحيح الأول نتيجة التداخل، هي هاي الركيزة المتأثرة وهي الركيزة المؤثرة، من اللي تأثر عليها؟ نتكلم على الركيزة الثانية. المعادلة هي كالآتي: D over B داش D زائد D على B، فـ 19 عندك D عبارة عن 150.7، هاي 150.7 150.7 ناقصا 148 ناقصا 148 150.7 من اللي تأثر عليها هذه 148 150.7 ناقصا 148 على 40، والبي داش احنا نشتغل بهذا الريجن فهي هاي 40. دي اللي هي عبارة عن 150.7 150.7 احنا قلنا بهاي الحالة الوحيدة اللي هو ما نشمل بها سمك الأرضية المشع الهيدروليكي ماينس 141.7، وهذه هي الدي كابيتال هي نفسها على 57 اللي هو الطول الأفقي لأرضية المشع الهيدروليكي، راح تعطيك 1.07 اللي هي نيجاتيف لأنه على جانب الأيسر من الركيزة المراد حساب النسب المعروضة الاقتصادية في نقاط التأثير. هذا التصحيح بالنسبة للتداخل. عندنا تصحيح ثاني نتيجة تأثير الأرضية المشع الهيدروليكي،
فعندنا ماينس فاي اي اللي هي فاي اي هنا اللي حاسبها بالقاعدة بالقانون، ماينس فاي دي 3 على دي 3 سمول اللي هي العمق الركيزة في دي 3 اللي هو الثيكنس اوف لو اللي عندي اللي قريب من الركيزة نمبر 3. فتلاحظ انت هسه فاي اي 3 احنا حاسبينها 37، دي 3 25.4 على دي 152، هاي 152 ناقص 141.7 يطلع لك دي تي اللي هو عبارة عن 152 152 ناقص 150.7 يطلع لك 1.3، اذا هو 1.67 راح يكون نيجاتيف لانه الجانب الايسر. تصحيح نتيجة السلوب، ما عندي اي سلوب هنا، هذا السلوب قلنا هذا السلوب هو بعيد مو مماس مع نقاط التأثير فيهمل يهمل تأثير السقف، يهمل تأثير السلوب. اذا فاي اي 3 بها تصحيحين 37 اللي هو ناقص 1.02 ناقص 1.64 يطلع لك 34، هاي النتيجة النهائية. فاي دي 3 ما تحتاج اي تصحيح 25، وفاي سي 3 هو 0. هاي النتائج النهائية، هسه نرجع تمام، هاي النتائج النهائية للتصحيح. لو تلاحظ انت بالباين نمبر 1 وباين نمبر 2 و 3 فعندي فاي اي 1 100%، فاي دي 1 80، سي 1 74 و 68، هاي طبعا المصححات والنهائية يعني. بالنسبة للكولوم نمبر 2 فعندنا تصحيحات الـ E2 و D2 C2 هذا تصحيح هذا النتائج النهائية، وانتهاء بالركيزة رقم 3 اللي هاي تحتوي على 3 نقاط تأثير الموجودة عندنا تنتهي بالصفر. تلاحظ الملاحظة مهمة جدا هنا انه النسب التأثير او انه ضغط النسبة الأموية لضغط الأصعاب تبدأ بداية راح يكون 100 وتنتهي بصفر، وبينات راح يكون النتائج، شوف هناك تنازل بالنتائج، هنا 80 74 70 لو انتقل 67 63، يعني كل ما جريان الماء يستمر هيجي كل ما تقل 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 النسب الموارد ضغط الاصعاد، ونهايتها فاي دي 3 اذا تلاحظ فاي دي 3 25 وسي 3 تكون هي صفر. فاذا النتائج هي منطقيه، اذا كانت هناك نتيجه فرضا للدي 2 اكبر من اي 2 فهذا غير صحيح، يحتاج لك اعاده الحسابات من جديد. حاليا انتهينا من الشطر الاول، نجي لاجابه الشطر الثاني والمهم جدا اللي هو اكزيت جريدينت. نشيك الاكزيت جريدينت، فاذا تتذكرون معادلة الاكزيت جريدينت عبارة عن h over d واحد على باي تحت الجذر لندا. قلنا ال h عندما تكون الابواب مقفلة، عندما تكون الابواب مقفلة اللي هي معناها ماكو مي هنا اطلاقا. ال h عبارة عن بوند ليفل 158 ناقصا 152، طلعك 6 امتار. هذا طبعا بالمناسبة ملاحظة مهمة جدا، من خلال هذا القانون هم تقدر تحسب البي اللي هو هذا البي كله، فتقدر تقارن مع ما موجود بالسؤال مع حسب اللي موجود بالسؤال وتقارنه مع محسوب، تالي تقدر نشوف انه هذا ضمن متطلبات التصميم لو مو من ضمن متطلبات التصميم. فحاليا احنا راح على اعتبار انه البي متوفر عندنا 57 فنقدر نستخرج الاكسيد جريدينت بسهوله يعني. الاتش قلنا عليه عباره عن 158 ناقص 152 6 متر، والدي اللي هو سبق وشرحنا وقلنا الدي هو عمق الركيزه الاخيره، دائما عمق الركيزه الاخيره، وعمق الركيزه الاخيره اللي شرحناه بالمعادله السابقه اللي هو عندي هنا الفا اللي هي بي اوفر دي، بي اللي هو 57، دي 10.3 اللي هو 152 ناقص 141.7 على 10.3، ومن عندنا نستخرج ليندا نطلع جي اي حسب المعادلة اتش 158 ناقص 150، هاي المعادلة بشكل كامل يطلع لك بوينت 102.
السيفتي فاكتور إذا تتذكرونه عبارة عن واحد على جي، عندك جي موجودة يطلع لك 9.7. إذا تريد تقارن هاي النتيجة مع الجدول تقدر ترجع للجدول اللي بالمحاضرة عندنا شرحناه، هذا هو الجدول، هذا الجدول تشوف انه طبعا هذه هي جي اي، وهذا لا تريد بصيغة واحد على جي اي يعني اف. اذا الجي هنا تقريبا بوينت واحد، هي بهذا الرينج تقريبا اذا مو ابعد منها، معناه هذا فاينسان يعني تربة رملية تقريبا، وهي اغلب التربة العراقية بهذا الرينج. نيجي ننتقل الى الهيدروليك جريدينت، والمهم جدا اللي هو رسم الميل الهيدروليكي، هذا مهم جدا همات في نفس الوقت. اذا هذه النتائج النهائيه، اذا اكو رسم راح اضيفه هنا، ضيفوه من ضمن المحاضرات اللي عندكم. سنكمل بالنسبه للخط الميل، بالنسبه لخط رسم الميل الهيدروليك اذا تتذكرون احنا بالمحاضرات قديمة كلش كان هذا هو المقصود بالخط الميل الهيدروليكي، شلون يتم رسمه هسه راح اشرح لكم اياه بشكل مفصل بالمثال ضمن هذا المثال. هسه هاي النتائج اللي موجودة عندنا، هذا جدول بعد التصحيح بشكل كامل، عندنا هنا مصطلح الهيد هو 6، قلنا 6 عبارة عن 148 148 ناقصا 152، هو هذا الهيد بشكل كامل. نجي من الفاي اي 1 فاي دي 1 سي 1، هاي نتائجه 100%، دي 1 عندك، سي 1 اي 2 بعد التصحيحات، هاي كل النتائج الصحيحة، انتهاء بالنسبة للميلات التصاعد عند سي 3 اللي هي سي 3، وهاي هنا صفر. اذا تلاحظ انت بالفاي اي 1 اللي هي 100% معناها ماكو اي فقدان بالاتش، ومعناها هي 6 اللي هو هذا 6 6 متر اللي هو هنا، هنا الفرق مالته 6 متر. فاي دي 1 تضرب الثمانين بالمية، 80% تضرب الثمانين بالمية بالستة يطلع لك 4.8. تريد الابليفت بريشر، الابليفت بريشر اذا تذكرون الابليفت بريشر عند النقطة سي 1، عند النقطة سي 1 فتضرب 74.68 في 6 يطلع لك 4.48. نفس الشيء بالاي 2، هاي الاي 2 إذا نريد نطلع الـ uplift pressure head هنا، فتاخذ نتيجتها تضرب نتيجتها اللي هي نسبة الميول لضغط الإصعاد مالتها تضربها في الـ H اللي هو 6، معناها يطلع لك النتيجة 4.74 اللي هو E2 67 و 66 في 6 يطلع لك 4.06. نفس الحالة بالنسبة لـ D2 C2 3 و D3 والأخير 0، النسبة الموالية مالتها 0 في 6، فهنا النتيجة النهائية 0. المنسوب هسه احنا نجد المنسوب، لان اذا تريد ترسم الخط الميل الهيدروليكي لازم نعرف المناسيب. المنسوب عندي 158 اول منسوب، 158 هذا هو 158 منسوب هنا اللي هو بالايد بالاي 1. دي 2 اذا تريد تعرف هذا المنسوب ايش شلون حصلنا، 4.8 او 6 ناقصا 4.8 راح يطلع لك 1.2. الواحد بوينت اثنين تطرحها من المنسوب ال 158، وبالتالي يطلع لك 156.8. إذا نجي للرسم مالي هذا راح أضيفه من ضمن المحاضرات عندنا، هذا المنسوب الأول 158، هذا المنسوب الأول 158، المنسوب الثاني 156.48. شلون حصلنا عليه؟ نجي هنا 150 عندك 4.8، هسه عندك لوس ايش قد هنا؟ 6 ناقص 4.8 1.2، تطرحها من المنسوب الاول 158 يطلع لك 156 عندنا، فهذا هي 56.48. 0.48 من هي 0.48؟ ناخذ مال السي 1 هنا بالرسم، اخذ السي 1 وليس للدي 1، الدي 1 ما اخذ منسوب. بس لكن كحسابات لازم تحسبين حسابات تدريجية، هذا بهالطريقة التالية، 6 ناقص 48 ناقص المنسوب يطلع لك النتيجة. نفس الحالة بالنسبة للفاي سي 1، فاي سي 1 4.48 ناقص 4.8 يطلع لك تقريبا 0.32،
هذا بوينت 32 تطرحه من 56.8 يطلع لك 156.48. 156.48 إذا تلاحظ هنا هي هاي 156.48. ننتقل للخط الثاني اللي هو الخط الثاني هذا. إيش نحتاج من الخط الثاني؟ نحتاج للفاي اي 2. إيش قد الفاي اي 2؟ ونحتاج للفاي سي 2 لأن المسار المي كان بهالاتجاه هذا. فهاي النقطتين نحتاج هنا، عندك نقطة هنا وعندك نقطة هنا. للدي 2 محتاج نقطتها، لكن كحسابات نحتاجها. إذا الفاي اي 2 نجي هنا، نجي الفاي اي 2 قد الهيد مالتها 4.06 واللي هي حاسة تحصيل ضرب 67.66 في 6، طلع هاي النتيجة النهائية. هاي تطرحها من 448 وتضربها في 56.48 يطلع لك 156.6 اللي هي 5E2. 5E2 راح تلاحظ نتيجتها هي 56.6. D3 D2 أنا ما أحتاج الـ D2، هاي دي 2 ما احتاجها، احتاج الفاي سي 2. فاي سي 2 155، وهكذا يستمر الرسم عندنا بالتنازل 56 55 61 وينتهي 154 اللي هو بين اي 3. تلاحظ الاي 3، اي 3 هي 150.06، واخر شيء لل 152 150.06. النهائي راح يكون 152، هو هذا الهيد النهائي. هذا الرسم راح ارفقه من ضمن المحاضرات عندنا. واضح اخوان؟ ابتداء من كونت ليفل وانتهاء بميمن بالنو فلو هنا اللي هو بدون اي جريان عندما تكون الابواب مقفله. هذا هو الرسم، الرسم اللي موجود مطلوب من عندنا اذا 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 طلب مثل الرسم. المين هيدروكن يكون بالطريقة التالية. ها هي نتائج نقاط التأثير اللي موجودة، ذكرتها كلها هنا. هاي كلها نتائج موجودة. تمام. ساعدنا الهومورك، هذا هومورك مهم جدا، راح ارفعه كذلك، هو موجود عندنا. اريد تكملوني عن قريب، ذكره من ضمن الواجبات وهذا مهم جدا. هذا انا هشرحه بشكل سريع جدا. نفس الشيء هناك معادلات اخرى، يعني افضل يعني قليل ملخصه ثلاث معادلات. يعني عندك فاي اي وفاي دي وفاي سي. اي مكان تريد تحتاج النسب او نسب الميل لضغط الاسعاد باي نقطه من هذه النقاط، اي نقطه من النقاط تحتاج اي طبق هاي المعادله، تحتاج دي هنا دي 2 طبق هاي المعادله، تحتاج اي 3 تقدر تطبقها بهاي المعادله نفس الوقت. اذا هاي معادلات شامله وعامه، ما تحتاج انها تعرف الكيس الاولى الكيس الثانيه او الكيس الثالثه او الكيس الرابعه نفس الوقت. هاي تقدر تطبقها باي معادله من المعادلات التاليه. اللي عليك انه تعرف شنو الـ N1 والـ N2 من المعادلات. فالـ N1 انا منطق اياه 1 زائد بي 1 على دي، والانتو هي عبارة عن 1 زائد بي 2 على دي. بي 2 نفس ما شرحته بالمحاضرات. بي 1 دائما الجانب الايسر من الركيزة المراد حساب نقاط التأثير بها. بي 2 هو الجانب الايمن من الركيزة المراد حساب نقاط التأثير بها. من تحصل ان1 وان2 ممكن تقدر تجد اي ودي وسي بشكل سريع جدا بدون الرجوع للكيسات. لكن على كل حال هذه النتائج كذلك تحتاج إلى تصحيح حسب المعادلات اللي موجودة عندنا. هذا الهوم ورك مهم جدا، وانتم حلوه بهذه الطريقة. وإذا لقيتوا هذه الطريقة سهلة جدا أفضل من المعادلات السابقة اللي موجودة، ماكو أي مشكلة إنك تتبنون هذه المعادلات. وأنا بكل الأحوال ممكن أعطيكم المعادلات أثناء الحل. أعتقد هنا كملنا المثال بشكل كامل، وراح انتقل لموضوع ثاني، موضوع تصاميم النواظم. هاي بالمحاضرة اللاحقة ان شاء الله. من انه وفيت كل المحاضرة فيما يخص نظرية خوستن. شكرا جزيلا.